وكالة أنباء نظام سان تعلن سيطرة قوات الأسد على اللاطامنة ولطمين ومورك ومعركبة وكفر زيتا والحاية بريف حماة الشمالي ووصول النظام إلى نقطة المراقبة التركية التاسعة في مورك. مقتل 4 مدنيين وإصابة آخرين جراء غارات بالبراميل المتفجرة وقصف مدفعي للنظام استهدف مدينة معرة النعمان جنوبي أدلب وبلدة البوابية بريف حلب الجنوبي. قوات أمريكية تشرف على إخلاء وهدم بعض التحصينات لقوات قسد في كل من بلدة مبروكة وقرى قريبة من تل أبيض للبدء بمرحلة تنفيذ المنطقة الآمنة على الحدود السورية التركية. الجيش التركي يرسل تعزيزات تضم آليات عسكرية ومدرعات وذخائر قادمة إلى نقطة المراقبة التركية في اشتبرق جنوب مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي. إدارة معبر باب الهواء تطلق رابطاً إلكتروني للراغبين في العودة المبكرة إلى تركيا ممن دخلوا في إجازتي عيدي الفطر والأضحى. وزارة الخارجية الأمريكية تعلن تقديمها مكافأة مالية تصل إلى 5 ملايين دولار مقابل معلومات عن تحديد أماكن وجود 3 قياديين في تنظيم الدولة. الرابطة الأوروبية للتصوير والصوت تمنح لقب أفضل هاتف ذكي لهذا العام لشركة هواوي لتكون هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تفوز بها هواوي بالجائزة.